هذه هي طنجة التي لطالما انتظرت أن تنقشع عنها غمامة الفيروس، وهذه ساحاتها وحدائقها وشاطئها الجميل في زمن الصمت المطبق. ما عاد هذا الجمال جذابا، فحينما يغيب الإنسان عن المكان يغيب معه الجمال عن الأشياء. جائحة فيروس كورونا لم تمنع من انسياب الإبداع وروحه في دواليب الإبداع بعاصمة الشمال، إبداع ترصع بمولود صرح فني جديد هو قصر الفنون والثقافة الأجمل والأكبر في الشمال المغربي. لا شيء يحكى الآن سوى أنه يشي أن المغرب ماض في عشقه الفني الزاخر بلا توقف. سأتوقف أنا هنا وأترك الصورة تحكي لكم مشاهد ترونها لأول مرة. هذه هي القاعة الكبرى بمعلمة قصر الفنون والثقافة هنا بمنطقة ملباطة بمدينة طنجة، المعلمة الثقافية الكبرى الذي اعطى انطلاقتها الملك محمد السادس قبل سنوات في إطار مشروع طنجة الكبرى، تعد من بين المعالم المتواجدة بالمغرب والتي ستستقطب فنون وثقافات من شتى دول العالم في إطار مشروع ثقافي كبير. هذه المعلمة كتشمل قاعة كبيرة كتحتوي على 1400 كرسي، ثم قاعتين فيها كل واحدة 200 كرسي، ثم هناك رواقين للفنون التشكيلية ولمعارض أخرى متعددة الاختصاصات، ثم هناك أجنحة للتكوين للتمرين للأبحاث التجريبية في مجال الممارسات الفنية. عندنا جناح خاص بالرقص، جناح خاص بالموسيقى والغناء، جناح خاص بالمسرح والممارسات الفرجوية، وجناح خاص بالتشكيل والفنون البصرية والفنون الرقمية، وهذا كثير. هذا كثير، بالإضافة إلى أن الفضاءات كلها هي كتستقبل بارتياح كل أنواع الأنشطة الثقافية والفنية، من مهرجانات، من ملتقيات، يعني ندوات، محاضرات، كل أنواع الأنشطة. وهناك كذلك فقرات مهمة للأنشطة للأطفال، فهناك سيكون فضاء لفنون الطفل وهو غاية في الأهمية، ونعقد عليه أمال كثيرة لأنه هو تكوين الجيل المستقبلي في هذا القصر. كيف ينظر لهذه المعلمة الثقافية الكبيرة هنا بمدينة طنجة من قبل الناس ديال الثقافة والعموم مدينة طنجة؟ بطبيعة الحال المنظور العام هو أنه بالفعل معلمة هي افتخار نعتز بها، يعتز بها الجميع، الكل بالفعل مسرور. ما ننسوش بأن مدينة طنجة تأخر فيها بناء بنيات إحداث
البنيات الثقافية. هي هناك مدن صغيرة كانت محظوظة لهذا الشيء فيها بنيات ثقافية. تأخرت طنجة وجاء الخير كله. فهناك المكتبة الوسائطية وهي مهمة جدا، كذلك هناك المركز الثقافي لدار القنفود، كذلك هناك السجن القديم الذي سيقام فيه متحف للفنون، دار النيابة كذلك، فيلا هاريس كذلك، وهناك قصر الفنون الذي يتوسط هذه البنيات والذي سيعمل بدون شك على دفع الحركة الثقافية والفنية عموما بشكل ملموس وبشكل ناجح إن شاء الله.